وينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن أمر الثبات على الحق والهدى بيد الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الذي بيده قلوب العباد وهم طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له الأمر من قبل ومن بعد، وأمور العباد كلها بيده، كل يوم هو في شأن، يهدي ويضل، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يضحك ويبكي، يحيي ويميت، الأمر أمره جل في علاه، والخلق كلهم طوع تدبيره سبحانه وتعالى. فالثبات بيد الله عز وجل، وهو الموفق والمعين والهادي إلى الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإذا عرف المسلم هذا الأصل العظيم في هذا الباب، ألا وهو أن الثبات أمر بيد الله، فليعظم العبد التجاءه إلى الله وحسن توكله عليه وتمام ثقته به سبحانه وتعالى، راجياً منه وحده أن يثبته وأن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يعيذه من الزيغ والضلال، فالأمر أمره وبيده جل وعلا. ولهذا تكاثرت الدعوات المأثورة في تحقيق هذا المطلب ونيل هذا الثبات، ومن ذلكم ما جاء في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتكاثرت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الدعوات حول هذا المطلب، ومنها الدعاء المتقدم الذي كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في الصحيحين أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الندب إلى ندب من خرج من بيته لأي مصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل،
أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ومن الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حديث علي عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. والدعوات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبهذا يعلم معاشر الكرام أن من أعظم وسائل الثبات وأهمها كثرة الدعاء والفزع إلى الله جل وعلا بالطلب مع عظيم الثقة به وقوة التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه سائلاً الثبات مستعيذاً من الزيغ والضلال. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو وبأنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب ومصرفها أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى وأن يعيذنا أجمعين من الزيغ والضلال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.